هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ الفيديو النهارده مختلف شويه، ما كنتش اتخيل ان انا ممكن يجي عليا يوم اعمل فيديو زي ده، بس يعني الحمد لله. الفيديو النهارده انا هحكي لكم قصه الانستجرام بتاعي. طبعا اكيد اللي متابعني عارف انه اتهكر، وفي ناس ما تعرفش لان الموضوع جه فجاه كده، الموضوع ما بقالوش يومين اصلا. قبل ما احكي لكم اللي حصل في الانستجرام بتاعي، انا ليه هقول لكم انا اصلا ليه عايزه احكي حاجه زي دي. عايزه احكي حاجه زي دي عشان كذا سبب. اول حاجه عشان اثبت لنفسي ان الموضوع مش هاممني، هو فعلا مش هاممني. هحكي لكم يعني مش هاممني ليه، وكمان علشان في ناس كتير سالت عن الانستجرام ازاي اتهكر وكده، وكمان علشان الناس اللي بدا اكونتس او اي حاجه ممكن ياخدوا معلومه مفيده من الموضوع ده تفيدهم ان هم ازاي يحافظوا على الاكونت بتاعهم عشان ما يحصلوش كده، او ان هو لو حد حصل له نفس الموضوع وعنده حاجه اتهكرت، او كان عنده فولورز، او كان عنده مثلا قناه على اليوتيوب، اي حاجه حصل لها هاك، ياخد شويه يعني بوزيتيف انرجي من اللي انا هعملها هقولها دلوقتي. الموضوع بدا بقى ان انا طبعا اكيد برضو اللي عرفني كان اخر حاجه هشوفها عندي في الستوري، اخر ستوري انا حطيتها في حياتي، كنت عملت كيكه وعملت براونيز في نفس اليوم. انا بحب اعمل كيكه جدا وبعرف اعمل كيكه يعني حلوه، يمكن دي اكتر حاجه انه بعرف اعملها حلوه. فانا عملت كيكه، عملت براونيز وكنت بصورها وبشارك الموضوع يعني بتاعي على ستوري بتاع الانستجرام وكده. فكان الموضوع اوكي يعني، لحد ما ايه جت الساعه 10 او 11 او 12 مش فاكره، انا نمت ساعتها الساعه كام. المهم انا نمت، صحيت من النوم بمسك الموبايل بفتح الانستجرام، لقيته مش بيفتح، بمعنى ان هو بيقول لي اكد الهويه بتاعتي وعايز الباسورد وعايز مش عارفه ايه. فاللي هو ازاي انا يعني انا كل حاجه كاتباها وعاملاها وبخش على الانستجرام بيفتح، اول مره يعمل معايا كده. فاللي هو انا ما اتخضتش قوي، بس اللي قلت ايه ده، هو في ايه؟ الموضوع اصلا ما جاش في دماغي. فكتبت الباسورد وكل حاجه، بيقول لي غلط. هو ايه اللي غلط؟ نعم. المهم يعني قعدت احاول معاه بقى، وساعتها انا هو برقت كده، وايه ده، هو في ايه اللي حصل، واتخضيت والكلام ده كله. المهم قعدت طبعا حوالي مثلا ايه ساعه الا ربع كده بحاول افتح فيه لحد ما عرفت افتحه. وطبعا الموضوع دخلت الايميل ومش عارف ايه وغيرت الباسورد، لان الباسورد بتاعي كان حد غيره وانا رجعت غيرته، فالباسورد كانت غيرت 3 مرات. فدخلت، بعد ما دخلت عليه لقيت ان هو كل الصور كل حاجه عليه ممسوحه، كل المسجز كل حاجه ممسوحه، ومفيش ولا فولورز ولا انا يعني ولا فولوينج ولا فولورز. فايه ده؟ قلت طب اعمل ريفرش، طب مش عارفه ايه، مش بيفتح خالص. كمان اليوزر نيم بتاعي متغير، بس بقى الغريب ان هو يعني كان مكتوب برضو باسمي. يعني انا مثلا بشوف ان لو حد هيعمل هاك هو عايز الفولورز دول ليه، لا ده هو الشخص اللي عمل هاك ده مسح كل حاجه وشال كل حاجه من عندي، كل حاجه اتمسحت، واليوزر نيم اتغير باسمي برضو بس باسم تاني. يعني مثلا انا كنت كاتبه بسنت محمد اكس اكس، هو مثلا كتبه بسنت محمد مش عارفه بسنت ورقم كده جنبيه، يعني انا ما كتبتش كده، ف يعني هو بخليهولي باسمي بس شالي كل حاجه عليه. فبعد كده طبعا دخلت اكلم كل الناس اللي ممكن تساعدني في الموضوع واسالها ومش عارفه ايه، وفي زمايلي كتير قوي سالتهم بجد وساعدوني، يعني شكرا ليكم لو بتشوفوا الفيديو، هم اكيد عارفين نفسهم يعني. و المهم في نهايه الموضوع اكتشفت ان خلاص الاكونت مش هيرجع تاني، ومفيش اي حاجه هترجع زي الاول، وخلاص كده الاكونت اصلا اتعمل كانه اكونت جديد، اللي هو تخش عليه بيقول بيسجست ناس عشان تعمل لهم فولو وكل حاجه، كانك لسه عامل اكونت حالا، مش اكونت عليه عدد من الفولورز وانا بتابع ناس وفي صور في مسجز، كل حاجه اتمسحت. فطبعا انا اللي هو جات لي كده حاله مش عارفه اوصفها، ما بين الصدمه وما بين الخوف. يعني اكيد انا خفت يعني اللي هو في حد بيعمل لي هاك، ان هو يعني حد ده يعرفني ولا ما يعرفنيش، ولا هي كده جت كده وخلاص، اشمعنى انا ليه عمل كده، انا عملت ايه عشان هو يعني عملت له ايه، او الشخص ده بيني وبينه عشان هو يعمل لي هاك للاكونت بتاعي او كده. طب الشخص ده انا اعرفه اصلا ولا ما اعرفوش ولا ايه؟ يعني اسئله بقى كتير في دماغي يعني عن الموضوع. فاللي هو عارفين عايزه اعيط بس ما عيطتش، يعني اللي هو كده يعني مش عارفه اوصف لكم الحاله كنت فيها. يعني بعد كده رحت طبعا قلت لماما، اول حد قلت له ماما قالت لي يا بنتي ايه المشكله، الموضوع بجد يعني ماما اكتر حد
يعني كلامه بيأثر فيا جدا جدا جدا، واي حاجه هي بتقولها انا بشوفها صح، واي حاجه هي بتقولها لي فعلا بتطلع صح. ويعني بصراحه قعدت تقولي كده كلام خلت كل وجهه نظري يعني للموضوع تتغير تماما. قالت لي يعني خدت الموضوع ببساطه جدا، قالت لي يا بنتي ايه المشكله، اعملي غيره وان شاء الله هيبقى عندك اضعاف اضعاف اللي كان عندك. وقعدت بقى تديني وتحمسني وتديني كلام بقى بوزيتيف كتير قوي 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 قوي، واللي هو فعلا قلت لها ايه ده صحيح، يعني الموضوع خلاص يا ماما مش مهم، هعمل واحد تاني وان شاء الله هينجح اكتر ويبقى عندي فيه فولورز اكتر وكل حاجه. ويعني الحمد لله ده قضاء وقدر، او زي ما ربنا بعت لي الناس دي وخلى الناس دي تبقى تعملي فولو ويبقى انا عندي فولورز كتير، ومش كتير بس يعني بالنسبه لي دول بالنسبه لي عدد كويس جدا. فكل الكلام ده ربنا اللي بعته لي وربنا خده مني برده. فكل انا المفروض اعمله ان انا اقول الحمد لله وابتدي اشتغل على اكونت جديد واعمل حاجات جديده. تمام الهوا يا جماعه. فكرت بقى ساعتها وقعدت مع نفسي وقلت خلاص يعني الحمد لله اللي حصل حصل ومفيش اي مشكله، وانا مش اول ولا اخر حد يحصل له هيك في حياته، طالما انا صحتي كويسه اهلي كويسين كل الناس اللي انا اعرفها كويسه ومفيش اي مشاكل جسديا او نفسيا او كده، فخلاص انا كده الحمد لله راضيه ومفيش اي حاجه تانية اصلا تستاهل زعلي. بصراحه في ناس كتير من صحابي واهلي طبعا وزمايلي كمان في المدرسه كل صراحه في ناس كتير قوي ساعدتني، وفي ناس كتير يعني ادتني بوزيتيف انرجي وقعدت تكلمني كلام كده تخليني اللي هو اشوف ان الموضوع تافه. والحمد لله الحمد لله يعني ما بقاش هممني خالص الموضوع ده، ما بقتش افكر فيه فعلا، ما بقاش يجي في دماغي. فانا كان عندي اصلا اكونت برايفت وبس ما كنتش اكتب عليه وما كنتش بنزل عليه حاجات وكده، بس خلاص دخلت عليه وبدات ان انا اشتغل على الاكونت ده وهنزل عليه الستوريز بقى والصور وكل حاجه تخصني بنزلها على الاكونت ده. فالموضوع بصراحه مبقاش هاممني خالص خالص خالص. بس بقى الفكره ان تاني يوم من موضوع الهاك ده لقيت مسج جايالي حد بيهددني وبيقول لي تردي عليا لو عملتي بلوك للاكونت ده ههكر كمان اليوتيوب والفيسبوك والمره الجايه اليوتيوب وانا بحذرك. والمهم يعني فيما معناه تهديد ان انا لازم ارد على الاكونت ده او على الشخص ده اللي هو انا معرفش مين اصلا، مش حاطط صوره مش حاطط اي حاجه، زيرو فولوينج وزيرو فولورز وكل حاجه، اللي هو اكونت فيك اصلا، ويا اما رد يا اما هيهكر لي 1 2 3 وهيبتدي باليوتيوب. اكيد طبعا انا يعني من غير اصلا ما اكمل بقيه الرساله عملت بلوك، انا اللي هو لا انا ما بيتلويش دراعي وعملت بلوك الاكونت. وان كان الشخص ده مين فهو شخص مريض نفسيا ومش هاممني برضو، واللي هو عايز يعمله يعمله وبس. ف هنا بقى حابة اقول النقطتين مهمين جدا، كل الناس اللي عندها اكونت انستجرام او عندها او مثلا هي عندها بلاتفورم بتنزل عليه حاجات او حاجه، هي ممكن ان هي تزود السكيورتي بتاعها علشان تمنع موضوع الهاك ده، لان انا مثلا الباسورد بتاعي كان سهل جدا لدرجه ان هو قدر يتهكر. فتعلمت حاجات كتير قوي كمان علشان اقدر احافظ على 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 بقيه الحاجات اللي عندي، واقدر احافظ على الاكونت الجديد اللي انا هعمله علشان ان شاء الله ان شاء الله لما يبقى عندي عليه عدد من الناس ما يتهكرش برده بمنتهى السهوله. ده اللي هو تعب فتره طويله، او يعني انا الاكونت القديم ده كان عندي من 2 سنين، فاللي هو كل حاجه يعني كان عليه ذكرياتي وانا صغيره، صوري وانا صغيره، صور اول صوره نزلتها وكده، فالحاجات دي اصلا انا من النوع اللي بحب الميموريز جدا، فكل حاجه اتمسحت. فالحمد لله طبعا احنا قلنا الحمد لله، بس بتكلم عشان كمان الاكونت الجديد لما نزل عليه ما يحصلش فيه زي القديم كده في منت كده يتهكر. وكمان اتعلمت ان مفيش حاجه تستاهل ان الواحد يزعل عليها، ولو حتى زعلته او اتصدمته الموضوع ما ياخدش اكتر من يوم، فعلا فعلا ما ياخدش اكتر من يوم. انا بالنسبه لي في نص اليوم ابتديت انسى الموضوع، لان الحمد لله كان حواليا ناس كتير بتدعمني وبتصبرني على اللي حصل، ويعني بجد اهلي طبعا، والموضوع خلاص فعلا ما بقاش فارق معايا لان خلاص ده اكاونت، يعني الموضوع بسيط قوي واي حد معرض لده. فهو ده اللي حصل معايا. فخلاصة الكلام يعني ان انا عملت اكاونت جديد للانستجرام، فلما تخشوا تحاولوا تشوفوا الاكاونت القديم ما حدش يستغرب لانه مش هيلاقيه. ف
فالاكونت طبعا الانستجرام بتاعي هو اللي هشتغل عليه على طول، وهو اللي هحطه لكم في الديسكربشن بوكس، وطبعا عايزاكم تعملوا لي عليه فولو لان خلاص ده اللي انا هشتغل عليه. و ما تنسوش تعملوا لي شير برضو للاكونت علشان الناس اللي ما تعرفش الموضوع تعرف وتعملي فولو على الاكونت الجديد. وبس كده، انا حاسه اني رغيت معاكم كتير، بس حسيت ان انا عايزه اطلع اتكلم براحتي واحكي لكم وجهه نظري في الموضوع، والحمد لله برضو. انا بس الحاجه اللي مضايقاني ان انا يعني ما كنتش متخيله ان انا ممكن اعمل فيديو زي ده في يوم من الايام، بس عملته. ف خلاص يعني الحمد لله. ما تنسوش بقى تشتركوا في قناتي علشان هنزل لكم ان شاء الله فيديوز كتير، وهبقى اكتف قوي الفتره الجايه دي. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.